للحديث عن دلالات تأخر جلسة منح الثقة للحكومة اللبنانية واستمرار أزمة الوقود في البلاد وتحكم حزب الله بها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت المحلل السياسي اللبناني وائل نجم. أستاذ وائل، مرحبا بكم. يعني البرلمان اللبناني تأخر بالانعقاد لمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي. الأمر استدعى كما تعرفون طلب صهريج مازوت من حزب الله. هذا الطلب ماذا يعني على المستوى السياسي أستاذ وائل؟ تحية لك أولا ولمشاهدي ومتابعي قناة الرافدين. مرحبا بكم أستاذ. التأخر اليوم تأخرت جلسة انعقاد أو انعقاد جلسة الثقة للحكومة اللبنانية بسبب للأسف الشديد الانقطاع الكهربائي، وبسبب أيضا كما قيل أن المولد الكهربائي الموجود في قصر الأونسكو حيث انعقدت الجلسة كان معطلا، وكان أيضا لم تتوفر مادة مازوت له. هذا شيء مخجل للأسف الشديد، وهذا شيء أيضا يعني يؤسف له، وكأن وراء الموضوع كان هناك رسالة مفادها أن لأن شركة الأمانة التابعة لحزب الله التي تولت تأمين المازوت وحتى تأمين أيضا مولد الكهرباء، وكأن في الأمر رسالة تقول للأطراف الأخرى التي تتعاطى وتتعامل مع البنك ساحة إذا شئت، تقول أردت أن تقول لها مفتاح الحل والعقد في لبنان في هذه الساحة يد هذا الطرف وليس بيد الطرف الآخر. طيب أستاذ وائل، نجيب ميقاتي وصف استيراد الوقود بخرق السيادة، ما هي الإجراءات التي تبعتها حكومة ميقاتي بحق حزب الله الذي استورد الوقود ولكن دون الرجوع إلى الحكومة، وبالتالي قام بإدخاله بكل بساطة ويسر من سوريا، وهو بذلك قد خرق العقوبات الأمريكية؟ هو المسألة إذا أردت أن تنظر إلى هذا الموضوع في مسألة خرق العقوبات الأمريكية، وكأن هناك يمكن أن نقرأ أيضا هناك ربما غض طرف أمريكي عن الذي حصل، لأن الإعلان عن استخدام أو عن استجرار النفط الإيراني عبر البواخر إلى ميناء دانييل في سوريا ومنه إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود البرية جرى منذ أكثر من شهر تقريبا، وفي تلك اللحظة تحركت السفيرة الأمريكية في بيروت وطلبت من أو عملت على تسهيل استجرار الكهرباء من الأردن بواسطة الغاز المصري وأيضا عبر الأراضي السورية. تنظر في هذا الموضوع وكأن هناك طرف أمريكي على هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي فهو وإن وصف أن هذا خارج إطار السيادة وأبدى حزنه بهذا الأمر، هو أراد أن يثبت هذا الموضوع عن كاهله وعن كاهل حكومته، فاعتبر أن هذه الحكومة ليس باستطاعتها أن تفعل شيئا حيال هذا الموضوع، لأنه اعتبر أيضا أنه أكبر من هذه الحكومة وأنحى وكأنه أنحى باللائمة على غيره. في هذا الإطار أستاذ وائل، آسف للمقاطعة، ولكن في هذا الإطار حتى لا نغادر هذه النقطة، يعني دخول الوقود إلى لبنان من إيران بواسطة حزب الله، هل يريد حزب الله كسب الشارع اللبناني أم أن دوره فعلا هو قام بذلك من أجل إيجاد حل الأزمة تشمل جميع اللبنانيين، أقصد الحل يعني؟ أنا أرى أن حزب الله ينظر إلى هذا الموضوع على أن هناك حرب اقتصادية وحصار تفرض على لبنان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتستهدفه هو بالدرجة الأولى، ولذلك هو ذهب باتجاه محاولة فك هذا الحصار عبر استجرار النفط من إيران بواسطة عن طريق الأراضي السورية. هو ربما كان يريد أن يوصل رسالتين، إما أن يفك هذا الحصار وإما أن تتعرض هذه القوافل لعدوان أو لضربة أمريكية أو إسرائيلية، وبذلك يمكن له أن يفتح جبهة بحدود معينة مع الاحتلال الإسرائيلي.
لكن هذا لم يحصل. ترك موضوع استجرار النفط عبر الأراضي السورية وبدأ التركيز على خرق السيادة اللبنانية. حزب الله الآن يريد في لبنان أن يأتي بهذا ينتج معادلة إلى شيء معادلة جديدة في البلد. وأقول هو يريد أن يعطي هذا، لا يريد أن يقيد ثمن بالمقابل، ويريد أن يقبض ثمن هذا الموضوع أموال. أنه لا يضع شروطا على أي طرف في الداخل اللبناني يمكن أن يستفيد من هذا الموضوع، لأنه يكسب به أيضا شعبيا. ويحاول أن يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية على كل القطاعات اللبنانية، ويقدم نفسه عند ذلك للرأي العام اللبناني على أنه ضامن للجميع وليس للمزدوجين للشيعة. طيب. سيد وائل، ولكن يعني وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن استيراد الوقود من إيران يعرض لبنان إلى الخطر، ما الذي نفهمه من ذلك؟ هذا استكمال لنوع من الصراع أو من التنافس أو من العلاقات الحادة التي تستخدم لبنان كساحة بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وبين إيران كطرف إقليمي أساسي في لبنان من ناحية ثانية. على الرغم من التوصل إلى لحظة تفاهم على تشكيل حكومة في لبنان، إلا أن الصراع ما زال قائما. وكل طرف يحاول أن يستخدم الأدوات الموجودة بيده لتقويض قوة الطرف الآخر. الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن ما زالت تشهر سيف العقوبات وسيف أمام المسؤولين اللبنانيين، لأنه إذا لم تفعل ذلك يمكن أن تشرع هذه الخطوات بشكل أوسع من ذلك. من بيروت المحلل السياسي اللبناني وائل نجم، شكرا جزيلا لكم.